حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا"